يا من أهلك وذويك سيدي فاز من والاكم وتمسك بحبلكم ولجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لو كان يدري يوم عاشوراء ما كان يجري فيه من بلاء، ما لاح صبحه ولا استنار. نهارا سود حزنا أوجه الأيام وأوجه الشهور والأعوام. الله ما أعظمه من يومي أزال صبري وأطار نومي. اليوم مات الحفاظ والوفا، اليوم مات الحفاظ والوفا، اليوم كاد الدين يقضي أسفا، اليوم نامت أعين الأعداء وسهدت عيون ذوي الولاء. اليوم أهلب أهل آية التطهير بين صريع فيه وعفير. يوم عاشوراء سنة 61 للهجرة النبوية الشريفة، في هذا اليوم وعندما أصبح الصباح وصلى الحسين عليه السلام بأصحابه صلاة الصبح، قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر جده محمدا فصلى عليه، ثم قال: إن الله تعالى قد أذن في هذا اليوم في قتلكم وقتلي، فعليكم بالصبر والقتال. ثم صف أصحابه للحرب وكانوا 88 ما بين فارس وراجل، فجعل زهير بن القين في الميمنة وحبيب بن مظاهر في الميسرة، وبقي هو وأهل بيته في القلب، وأعطى رايته أخاه أبا الفضل العباس، وأقبل عمر بن سعد في ذلك اليوم ومعه 30,000 وقيل 80,000 مقاتل، فجعل على الميمنة عمرو بن الحجاج، وعلى الميسرة شمر بن ذي الجوشن، وعلى الخيالة عزرة بن قيس، وعلى الرجالة شبث بن ربعي، والراية مع مولاه دريد. ولما نظر الإمام الحسين عليه السلام إلى جمعهم كأنه السيل
رفع يديه إلى السماء بالدعاء قائلا: اللهم أنت ثقتي عند كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويشمت فيه العدو، ويخذل فيه الصديق، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت ولي في كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. ثم أنه عليه السلام دعا براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه جلهم: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم وكنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل، وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوني النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما سمعنا النساء صوت الحسين صحنا وبكينا، وارتفعت أصواتهن بالبكاء، فأرسل إليهن أخاه أبا الفضل العباس وابنه علي الأكبر، وقال لهما: سكتاهن، فلعمري ليكثرن بكاؤهن. ولما سكتنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على جده محمد صلى الله عليه وآله، وصلى عليه وعلى الملائكة والأنبياء والرسل، وقال في ذلك اليوم، أي يوم عاشوراء، ما لا يحصى ذكره، ولم يسمع متكلم قبله ولا بعده أبلغ منه. ثم قال: عباد الله، اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر، فإن الدنيا لو بقيت على أحد أو بقي عليها أحد لكان الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء، غير أن الله خلق الدنيا للفناء فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فجديدها بال ونعيمها مضمحل وسرورها مقفهر. أيها الناس، إن الله تعالى خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته، والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الحياة الدنيا، فإنها تقطع رجاء من ركن إليها، وتخيب طمع من طمع فيها. وإني أراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم، وأعرض بوجهه الكريم عنكم فجنبكم رحمته وأحل بكم نقمته، فنعم الرب ربنا
وبئس العبيد أنتم، أقررتم لله بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم أنكم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما تريدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم، فبعدا للقوم الكافرين الظالمين. أيها الناس، انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، وأنظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست أنا ابن بنت نبيكم، وابن وصيه، وابن عمه، وابن أول المؤمنين إسلاما بالله ورسوله، والمصدق برسول الله وبما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار في الجنة عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن: هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق، وإن كذبتموني فإن فيكم إن سألتموه عن ذلك أخبركم. سألوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وأنس بن مالك، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي الحسن. ويحكم، أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مال استهلكته لكم؟ ثم نادى: يا شبث ابن ربعي، ويا حجار ابن أجبر، ويا قيس ابن الأشعث، ويا زيد ابن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن أقدم؟ قد أينعت الثمار واخضر الجناب، وأنك تقدم على جند لك مجندة. قالوا: لم نفعل. فقال عليه السلام: سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد. لقد لقنهم الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، وأسمعهم كلاما قوي الحجة، ولو كان ثمة منصف لكان القوم، لكن القوم كانت قلوبهم أقصى من الحجارة أو أشد قسوة. قالوا له وأجابوه بكلمة واحدة، قالوا له: ما ندري ما تقول، ولكن انزل على حكم يزيد أجل، إن الحسين عليه السلام لا يمكن أن ينزل على حكم يزيد، وجده رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله، الذي علمنا وعلم الإمام الحسين عليه السلام وعلم الأمة كلها بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. فكان الإمام الحسين عليه السلام مصداقا لحديث جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فبادر إلى إنكار المنكر بهذه الوقفة الشامخة والثورة الخالدة المشتعلة الملتهبة على مر السنين. فبادر إلى إنكار المنكر باليد واللسان والقلب معا، وألقى على الأمم والأجيال دروسا في التضحية العظيمة الجبارة.
هذا هو الإمام الحسين عليه السلام. ثم أن الإمام الحسين عليه السلام ركب فرسه وأخذ مصحفا ونشره على رأسه ووقف بإزاء القوم وقال: يا قوم، إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله. ثم استشهدهم عما عليه من سيف النبي ولامة النبي وعمامته، قائلا لهم: يا قوم، هذه العمامة التي أنا لابسها أليست عمامة جدي رسول الله؟ وهذا السيف الذي أحمله أليس هو سيف رسول الله؟ فأجابوه بالتصديق. فسألهم عن إقدامهم عليه من قتله، فقالوا له: طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. فقال عليه السلام: تبا لكم أيتها الجماعة وطرحا، أحين استسلختمونا والهين خائفين، أجبناكم ملبين مستعدين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وأججتم علينا نارا أججناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم ويدا عليهم لأعدائكم. ويحكم، أهؤلاء تعتمدون وإيانا تخاذلون؟ أجل والله الغدر فيكم قديم، وشجت عليه عروقكم وتوارثته أصولكم وثبتت عليه قلوبكم وغشيته صدوركم، فكنتم أخبث ثمر شجن للناظر وأكلة للغاصب. ألا لعنة الله على الناكثين الذين ينكثون الإيمان بعد توكيدها، الذين ينكثون الإيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ألا وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، ولا نؤثر مصارع اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني قد أعذرت وأنذرت، وإني زاحف إليكم على قلة العدد وخذلان الأصحاب. ثم قال عليه السلام: أي عمر، أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي ابن الدعي بلاد الري وجرجان؟ والله لا تهنأ بعدي لا بدنيا ولا بآخرة. ثم أنه عليه السلام تمثل بهذه الأبيات: فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نغلب فغير مغلبينا، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين، فأفنى ذلكم ثروات قومي كما أفنى القرون الأولين. فلو خلد الملوك إذا انخلدنا، ولو بقي الكرام إذا بقينا، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. ثم نادى عليه السلام: أما من ناصر ينصرنا؟ أما من معين يعيننا؟ أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فعندما سمعنا النساء والأطفال صوت الحسين وهو يستغيث على بكاؤهن ونحيبهن، وفي المقابل
الجيوش واقفة تراقب وتنتظر ماذا يجري. وقع كلام الإمام الحسين عليه السلام واستغاثته في مسامع الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله عليه، وكان قائدا في جيش عبيد الله ابن زياد لحرب الحسين عليه السلام، وكان الحر هو الذي منع الحسين عليه السلام من الرجوع إلى المدينة، وجعجع بالحسين عليه السلام في الطريق. أقبل إلى عمرو بن سعد وقال له: يا ابن سعد، أمقاتل أنت هذا الرجل؟ وأشار إلى الحسين، قال له ابن سعد: إي والله، قتالا أيسره أن تطيح الرؤوس وتطيح الأيدي. ثم قال له الحر: يا ابن سعد، ما لكم فيما عرضه عليكم من الخصال أن يرجع إلى مدينة جده؟ فقال له عمرو بن العاص: يا حر، لو كان الأمر إلي لقبلت، ولكن أميرك قد أبى. فترك الحر وذهب ووقف في مع الناس جانبا، وكان إلى جنبه قرة بن قيس، فقال لقرة: هل سقيت فرسك اليوم؟ قال: لا. قال: فهل تريد أن تسقيه؟ فظن قرة أن ذلك من ذلك أنه يريد الاعتزال ويكره أن يشاهد القتال، فتركه. فأخذ الحر يدنو من الحسين قليلا قليلا، ثم نادى، جاء إليه المهاجر بن أوس وقال له: يا حر، أتريد أن تحمل؟ فسكت. وأخذ الحر يدنو من الحسين قليلا قليلا، وأخذته مثل الرعدة أي الرجفة. فارتاب المهاجر من هذا من هذه الحال، وقاله: يا حر، لو قيل لي من أجرع أهل الكوفة لما عدوتك، فما هذا الذي أراه منك؟ فقال له الحر: والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، أخير نفسي بين الحق والباطل، فوالله لا أختار على الحق شيئا ولا أختار على الجنة شيئا. ثم توجه نحو الإمام الحسين واضعا يده على رأسه وجعل ينادي: السلام عليك سيدي أبا عبد الله. جعل يقترب من الإمام الحسين قليلا قليلا، منكس رأسه قالبا ترسه، وهو يقول: اللهم إني إليك أنيب، فتب علي، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد بنت نبيك. ثم توجه نحو الإمام الحسين عليه السلام قائلا: سيدي، أنا صاحبك الذي حبسك عن الرجوع وجعجع بك في الطريق، والآن جئتك تائبا، فما مما كان مني سيدي، فهل ترى لي من توبة؟ فقال له الإمام الحسين: نعم، إذا تبت تاب الله عليك. قال: سيدي أبا عبد الله، أنا أول من خرج عليك، فأذن لي أن أكون أول قتيل بين يديك، لعلي أكون ممن يصافح جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة. أذن له الإمام الحسين عليه السلام. توجه الحر نحو القوم ناصحا، فلم ينفع فيهم النصح، ورشقوه بالسهام والنبال والحجارة، فرجع إلى مصاف الحسين عليه السلام. ثم تقدم عمر بن سعد نحو معسكر الإمام الحسين ورمى بسهم وقال: يا قوم، اشهدوا لي عند الأمير إني أول من رمى الحسين.
ثم رمى القوم بأجمعهم، فجاءت السهام نحو الإمام الحسين كزخ المطر، فلم يبقى من أصحاب الحسين عليه السلام أحد إلا وأصابه سهم من السهام، ولم يبقى خيمة من خيم الحسين إلا وأصابها سهام عدة. عند ذلك نادى الحسين عليه السلام على أصحابه وقال: قوموا رحمكم الله، قوموا إلى الموت الذي لا بد منه ولا مفر منه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. ثم توجه الحر نحو القوم ثانية وهو يقول: يا أهل الكوفة، لأمكم الهبل دعوتم هذا العبد الصالح لتنصروه، فلما أتاكم خذلتموه وحلأتموه عن ماء الفرات هو وعياله وأطفاله، فما كان من القوم إلا أن رشقوه بالسهام، فحمل عليهم وهو يقول: إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب أعناقكم بالسيف، عن من حل بأرض الخيف أضربكم ولا أرى من حيفي. فقتل منهم جماعة وقد احتوشوه من كل جانب، طعنا بالرماح وضربا بالسيوف ورشكا بالحجارة، حتى هوى إلى الأرض صريعا مضرجا بدمائه. فمشى الإمام الحسين عليه السلام إلى مصرعه وجلس عند رأسه يمسح الدم والتراب عن وجهه، وهو يقول له: يا حر، ما أخطأت أمك حيث سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. ثم فاضت روحه الكريمة، ولما نظر من بقي من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام إلى مصرع الحر، أخذ الرجلان والثلاثة والأربعة يستأذنون الحسين عليه السلام للذب عنه والدفاع عن حرمه، تفانوا في الجهاد بين يدي سيدهم الإمام الحسين عليه السلام، الفارس بعد الفارس، والبطل بعد البطل، والشهيد بعد الشهيد، دفاعا عن الحق ودفاعا عن رسالة محمد صلى الله عليه وآله، ودفاعا عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، كما يقول الشاعر: وتنادبت للذب عنه عصبة، ورثوا المعالي شيبا وشبابا، من ينتدبهم للكريهة ينتدب، منهم ذراغمة الأسود غضابا، خفوا لداع الحرب حين دعاهم، ورسوا بعرصة كربلاء هضابا، وجدوا الردى من دون آل محمد عذبا، وبعدهم الحياة عذابا. وهكذا أخذ الفارس يبرز بعد الفارس والشهيد بعد الشهيد، حتى قيل في حقهم: قوم إذا نودوا لدفع ملمة والخيل بين مدعس ومكردس، لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس. وبعد الحر برز وهب بن حباب الكلبي رضوان الله تعالى عليه، فقتل، وبرز الجباريان فقتلا. ولما نظر الإمام الحسين عليه السلام إلى كثرة من قتل من أصحابه قبض على شيبته المقدسة وقال: اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثلاث
ثلاثة ثلاث واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر دونه واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله وأنا مخضب بدمي ثم صاح أما من مغيث يغيثنا أما من ذاب يذب عنا أما من مدافع عن حرم رسول الله فبكت النساء وكثر صراخهن وأخذ أصحاب الحسين عليه السلام يبرز الواحد بعد الآخر حتى قل عددهم وبان النقص فيهم وكان يبرز الرجل بعد الرجل فأكثر القتل في صفوف الأعداء فصاح عمر بن سعد عليه لعائن الله وعمر بن الحجاج بأصحابهم قائلين لهم ويلكم أتدرون من تقاتلون تقاتلون فرسانا مستميتين لا يبرز اليوم أحد منكم إلا قتلوه على قلتهم فاحملوا عليهم حملة رجل واحد فحمل عمرو بن الحجاج وجماعته على أصحاب الحسين وحمل جماعة عمر بن سعد وكل عسكره على الحسين عليه السلام وأصحابه فاقتتلوا ساعة من نهار وقتل من أصحاب الحسين عليه السلام جماعة منهم مسلم بن عوسجة كان صريعا جريحا فمشى إلى مصرعه الإمام الحسين عليه السلام ومعه حبيب بن مظاهر فقال له الحسين عليه السلام رحمك الله يا مسلم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فدنا حبيب بن مظاهر من مسلم وكان بينهما صداقة قال له حبيب يا أخي يا مسلم عز علي مصرعك ابشر بالجنة وجوار محمد والأئمة فقال مسلم لحبيب بشرك الله يا أخي بالجنة فقال له حبيب أخي يا مسلم لو لم أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني بما يهمك فقال له مسلم بصوت ضعيف يا أخي يا حبيب أوصيك بهذا الغريب أبي عبد الله الحسين أوصيك بهذا الغريب أبي عبد الله الحسين جاهد دونه حتى تذوق الموت فقال حبيب أفعل ولا أقصر ورب الكعبة وفاضت روح مسلم الكريمة ثم تقدم زهير بن القين فوضع يده على كتف الحسين وقال له مستأذنا سيدي أبا عبد الله أقدم هديت هاديا مهديا اليوم ألقى جدك النبي اليوم ألقى جدك النبي وحسنا والمرتضى عليا وذا الجناحين البطل الكمية وأسد الله الشهيد الحي فقال الحسين وأنا ألقاهما على أثرك فبرز زهير بن القين ويقول أنا زهير وابن القيني
أذود بالسيف عن حسيني، إن الحسين أحد السبطين من عطرة البر التقي الزيني، أضربكم ولا أرى من شيني. فحمل على القوم وحملوا عليه حملة رجل واحد، فقتل منهم جماعة، ثم هوى سريعا مناديا: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. هذا كان شعار كربلاء، كلما سقط شهيد من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام يصرخ عند سقوطه: السلام عليك يا أبا عبد الله. فمشى الإمام الحسين إلى مسرع زهير، وقال: وعليك السلام يا زهير، وأبنه وجلس إلى جانبه يقول له: لا يبعدنك الله يا زهير، ولعن قاتليك لعن الذين مسخوا قردة وخنازير. ثم تقدم عابس بن حبيب الشاكري ووقف أمام الحسين عليه السلام وقال: سيدي أبا عبد الله، والله ما أمسى على ظهر هذه الأرض قريب ولا بعيد أعز علي منك، ولو قدرت سيدي أن أدفع الضيم عنك وعن عيالك بشيء أعز علي من نفسي لفعلت. فالسلام عليك يا مولاي، أشهد أني على هداك وهدى أبيك أمير المؤمنين علي عليه السلام. ومشى نحو القوم مسلطا سيفه، فنادى: يا قوم، هل من رجل إلى رجل؟ فأحجموا عن ملاقاته لأنهم عرفوه وكان أشجع الناس، فلم يبرز إليه أحد. فصاح ابن سعد بأصحابه: ويلكم، ارزخوه بالحجارة وارشقوه بالسهام ولا يبرز إليه أحد. فجعلوا يرمونه بالحجارة ويرشقونه بالسهام، فلما رأى إحجام القوم عن مبارزته ألقى درعه وألقى سيفه وهجم على القوم بدون سيف وبدون درع ولا رمح. فناداه أحد أصحابه: يا عابس، أجننت؟ قال: إي والله، حب الحسين أجنني. نعم، هذا هؤلاء أصحاب الإمام الحسين عليه السلام: إي والله، حب الحسين أجنني. ثم اجتمعوا على عابس من كل جانب رفخا بالحجارة ورميا بالسهام حتى أسخنوه بالجراح، فسقط إلى الأرض مسخنا بجراحه وهو ينادي: السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. فسقط شهيدا سعيدا رضوان الله تعالى عليه. ثم برز حبيب بن مظاهر الأسدي، وكان شيخا كبيرا ناهز الثمانين من عمره، كان يحمل يقاتل ثم يرجع ويقف إلى جانب الإمام الحسين عليه السلام. آخر حملة لحبيب وقف بإزاء الحسين عليه السلام، حانت من الحسين عليه السلام التفاته لحبيب، وجده يبكي ودموعه جارية على وجنتيه، فقاله الإمام: يا حبيب، أراك تبكي، لعلك ذكرت الأهل، لعلك ذكرت العشيرة، فأنت حر لوجه الله. فقاله حبيب: سيدي أبا عبد الله، لا والله، لهذا أبكي، لقد أخذت عن أهلي أهلا وعن عشيرتي عشيرة. سيدي، أنتم أهلي وأنتم عشيرتي. قال له الإمام الحسين عليه السلام:
إذن لماذا تبكي يا حبيب؟ قال: أبكي لهذه الواقفة. بإزاء الخيمة نظر الإمام الحسين عليه السلام إلى خيمة من خيمه، فرأى أخته الحوراء زينب عليه السلام واضعة يدها على رأسها وهي تقول: وغربتا ووحدتا وقلة ناصرا. فمشى الحسين إلى أخته يهدئها ويصليها وهي تنادي: خوي خويا، الله يعينك، ما لك معين. وقومك على الغبرة مطاعين، ولي أنا منين جبني كربل منين؟ مظلوم مظلوم خوي يا مسلم. برز حبيب ابن مظاهر رضوان الله عليه في الحملة الأخيرة فاحتوشوه، ثم هوى سريعا رضوان الله تعالى عليه، ثم أقبل جون مولى أبي ذر الغفاري، وقف أمام الحسين عليه السلام طالبا الإذن بالبراز. قال له الإمام الحسين عليه السلام: يا جون، إنما تبعتنا طلبا للعافية، فلا تبتلي بسببنا، فأنت في إذن مني، اذهب حيث شئت، فأنت حر لوجه الله. فوقع جون على قدمي أبي عبد الله الحسين يقبلهما ويقول: سيدي، أنا في الرخاء أخدمكم وفي الشدة أخذلكم؟ لا والله سيدي، إن ريحي لنتن وحسبي للئيم ولوني لأسود، فتنفس علي بالرضا يا مولاي ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض وجهي. لا والله سيدي، لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم الأبيض أهل البيت. فجزاه الحسين عليه السلام خيرا وأذن له، فتقدم نحو القوم ويقول: سوف ترى الكفار ضرب الأسود بالسيف ذبا عن بني محمد، أذب عنهم باللسان وباليد، أرجو به الشفاعة يوم الموعد. هنيئا لك يا شو. فقاتل قليلا ثم قتل رضوان الله تعالى عليه. هذا يوم الوفاء، لم يتركهم عند الشدة عند الملمات، بل واساهم فيها. وعندما سرع مشى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام إلى مصرعه، وجلس إلى جانبه، مسح الدم والتراب عن وجهه، ووضع خده على خده، وجعل يقول: اللهم بيض وجهه، اللهم طيب ريحه، واحشره مع الأبرار مع محمد وآله الأطهار. ثم توفي رحمه الله. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: لما جاء لدفن الجثث في كربلاء، كانت جثة جون يتصاعد منها رائحة المسك والعنبر من دعاء الإمام الحسين عليه السلام. ثم تقدم عمرو بن جنادة الأنصاري بعد أن قتل أبوه في المعركة،
في الحملة الأولى وكان غلاما لم يبلغ الحلم 12 سنة. تقول الرواية جاء يطلب الإذن من الإمام الحسين عليه السلام فأبى الحسين عليه السلام أن يأذن له وقال هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى ولعل أمه تكره خروجه. فصاح الغلام سيدي أبا عبد الله أمي هي التي أمرتني بذلك وألبستني لامة حربي. فقال له الإمام الحسين عليه السلام بني ارجع إلى أمك. رجع الغلام إلى أمه لأن أمه كانت في كربلاء مع عيال الحسين عليه السلام، فما كان منها إلا أن أخذت بيد ابنها وتوجهت نحو الإمام الحسين وقالت سيدي أبا عبد الله لما لم تأذن لولدي في القتال بين يديك؟ فقالها الإمام الحسين أمت الله أندخل على قلبك مصيبتان في يوم واحد؟ قبل قليل قتل زوجك والآن يقتل ولدك؟ قال سيدي أبا عبد الله أتسكل أمك الزهراء بولدها ولا أسكل بولدي؟ ولا أسكل بولدي سيدي أرجوك أن تأذن لولدي أن يقاتل بين يديك لعلي أكون ممن يرضي الزهراء سلام الله عليها. فأذن له الإمام الحسين عليه السلام. برز الغلام توجه نحو القوم وهو يقول أميري حسين إي والله أنعم وأكرم أميري يا حسين ونعم الأمير. صرار فؤاد البشير النذير عليا وفاطمة والدان فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر منير. فما أسرع أن قتل رضوان الله عليه قطع رأسه ورمي به نحو معسكر الحسين. جاءت أمه أخذت رأس ابنها وضعته في حجرها تمسح الدم والتراب عن وجهه وهي تقول أحسنت يا ولدي. بيض الله وجهك كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء. ولما لم يبقى مع الإمام الحسين بعد مصرع أصحابه وأنصاره وأبناء عمومته سوى أهل بيته ولده علي الأكبر أخاه وابا الفضل العباس ابن أخيه القاسم ابن الإمام الحسن، في هذا الموقف من يقدم الإمام الحسين عليه السلام للجهاد؟ وكأن علي الأكبر عليه السلام قد علم أن أباه يطلبه تقدم نحو أبيه قائلا السلام عليك يا أبتاه. فأجابه الحسين وعليك السلام يا ولدي. أبي هل تأذن لي للبراز؟ هل من رخصة للقتال؟ ماذا فعل الإمام الحسين؟ هل يأذن لولده شبيه رسول الله؟
هل يبخل الحسين عليه السلام بولده على الله وعلى الإسلام وعلى شريعة جده رسول الله صلى الله عليه وآله ودين الله؟ لا لا أبدا. الحسين وأولاد الحسين وأخوة الحسين وكل ما في الأرض فداء لدين الله ودين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. أذن الحسين عليه السلام لولده وهو ينظر إليه، وعلي الأكبر ينظر إلى والده، ثم تقدم الحسين عليه السلام إلى ولده وحضنه، وعلي الأكبر حضن أباه واعتنقا، بس اعتنقوا يعني عانقوا بعض، بس لا، اعتنقا حتى سقطا إلى الأرض وداعا أخير بين أب رحيم وشاب شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله، عالم تقي. كان الإمام الحسين عليه السلام يعلق الآمال على ولده علي الأكبر، ولكنه عند الوداع كان ينظر إلى ولده وهو يقول، يقول والدمع بالعين دفاق بعبره مكسرة والقلب خفاق، يا ابني يا علي وداعت الله هذا الفراق. شلون تروح وأنا أبقى محيار؟ وبعد أن ودع علي الأكبر أباه وودعه أبوه الحسين، قال له ولدي ادخل على أمك ليلى وودعها، وودع عمتك وعماتك وأخواتك. دخل علي الأكبر ليودع العلويات، موقف مؤلم يا إخواني وأخواتي. علي الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا إذا أرادوا أن ينظروا لرسول الله كان ينظرون لعلي الأكبر عليه السلام. وداع مؤلم جدا وفريد من نوعه. العلويات جئنا واجتمعنا ودرنا حول علي الأكبر، أمه عماته أخواته اجتمعنا عليه وبصوت واحد يقولون يا علي ارحم غربتنا. إنهم يعلمون ويدرون أنهم يقتلون هذا اليوم عن جميعهم، لكن قليلا قليلا العزيز عزيز والحبيب حبيب، ولو لحظة يتزود الحبيب من حبيبه. الله أكبر، يا لها من ساعة، ساعة الوداع، القلوب تخفق والدموع تجري. وبعد الوداع توجه علي الأكبر نحو الميدان ويقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني، أضربكم بالسيف أحامي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي. حمل علي الأكبر على القوم وجعل يضرب فيهم كضربات جده أمير المؤمنين علي عليه السلام. الخبر معروف، ليلى أم علي الأكبر وضعت عينها بعين الحسين، لأن الحسين كان واقف على تلة من الأرض ينظر إلى ساحة المعركة وينظر بعينه إلى ولده علي الأكبر ويقاتل.
ليلى رضوان الله عليها نظرت إلى وجه الحسين، رأت وجه الحسين تغير، صاحت: سيدي أبا عبد الله، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها: لا، ولكن برز إليه ممن أخاف منه عليه. هذه أم قلبها مع ولدها، روحها مع ولدها. صاحت: سيدي أبا عبد الله، أنا ماذا أفعل لولدي؟ قال لها: يا ليلى، أدخل الخيمة واسأل الله تعالى أن نصر لولدك، فإني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: دعاء الوالدة بحق ولدها مستجاب. يقول الراوي عن لسان ليلى أم علي الأكبر: دخلت خيمتها، وضعت يدها على رأسها وصاحت. دخلت خيمتها: يا الغريب، اي والله غريب، ودمعتها يا سكيبة، وتوسلت لله بحبيبة وبالحسين وبتلك المصيبة: يا راد يوسف من مغيبة، إلى يعقوب ومسك النحيبة، أريد أن علي سالم تجيب. انتصر علي الأكبر على عدوه فقتله. رجع علي الأكبر إلى المخيم وهو ينادي: منادي يا أبي، العطش قتلني وثقل الحديد أجهدني. دعا الإمام لولده، ولكن هذه الأم الغريبة الضعيفة أغمي عليها. عاد علي الأكبر إلى والده الإمام الحسين ويقول: أبي، العطش قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل لي يا أبي من شربة ماء أتروى بها وأروي بها فؤادي؟ قال له الإمام الحسين عليه السلام: أبي، بني، ما هي إلى لحظات ويسقيك جدك شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ولدي علي، ادخل إلى الخيمة وتفقد حال أمك ليلى قبل أن تفارق روحها الدنيا وودعها الوداع الأخير. دخل علي الأكبر على أمه في خبائها، وجدها مغمى عليها، وضع رأسها في حجره، جلس وصار يبكي لحال أمه، فتقاطرت دموعه على وجهها، أفاقت من غفوتها ودموع ولدها، فتحت عينيها، وجدت ثمرة فؤادها أمامها، قامت ضمته إلى صدرها ويتقول: ولدي، حبيبي علي، يا ابني، أنا ردتك ما رد الدنيا، ولا مال ولا مال تحضرني، لو وقع حملي ولا مال. يا ابني يا ابني، أنا خابت ظنوني، ولا مال عند الضيق يا ابني اقتعد بي، عند الضيق يا ابني اقتعد بي. تقول له: يا ابني يا ابني، من الوالدي وتطلب رضاها، يا ابني من الوالدي وتطلب رجاها،
يا ابني يا علي انقطع منك نصيبي، وانا ردتك ذخر ليوم شابي. بعدها ودع علي الاكبر امه ورجع الى الميدان. رجع الى الميدان فقتل منهم جماعة وكانوا يتحاشون قتله لهيبته وجماله، فهو أشبه الناس بجده رسول الله صلى الله عليه وآله. فنادى عمر بن سعد عليه لعائن الله بالقوم وقالهم: ويحكم، احملوا عليه حملة واحدة. فحملوا على علي الأكبر وجعلوا يرمونه بالسهام ويرذخونه بالحجارة وهو يشد عليهم ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالصيف أحامي عن أبي. فقال مرة بن منقذ العبد عليه لعائن الله: قال علي آثام العرب إن لم أثقل أباه به. كمن عدو الله لعلي الأكبر، فلما حاذاه ضربه على رأسه بالسيف وطعنه في صدره بالرمح، فخر علي الأكبر إلى الأرض صريعا مناديا: يا أبتاه أدركني، يا أبتاه عليك مني السلام. وكان القوم قد اجتمعوا على علي الأكبر يضربونه بالسيوف ويطعنونه بالرماح، فتوجه الإمام الحسين عليه السلام نحو ولده علي الأكبر وحمل على القوم وأجلاهم عن ولده، ترجل عن جواده، انكب على ولده، تمدد إلى جنب ولده، وضع خده على خده، وجعل ينادي: ولدي علي، حبيبي علي، على الدنيا بعدك العفا يا ولدي. قتل الله قوما قتلوك ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول. فيا نفس اذهبي وجدا وحزنا، ويا عيني بحمر الدمع جودي على حلو الشباب وبدر تمن شبيه محمد خير الجدود. شباب ما رأى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد. الإمام الحسين عليه السلام جالس ورأس ولده في حجره، وإذا بعلي الأكبر مد رجليه وغمض عينيه وفاضت روحه الشريفة. صاح الحسين: وولداه وعليا، رحم الله من نادى وعليا وعليا ومظلوما وشهيدا. ينادي: وليس به حراك، بني اليوم فارقنا الرسول
يا نور عيني، وبعدك غير هذا لا أقول. أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يحمل ولده إلى المخيم فلم يتمكن. نادى أخي أبا الفاضل: يا ابن أخي يا قاسم، تعالوا واحملوا أخاكم علي الأكبر. حملوه إلى المخيم، وضعوه في خيمة الشهداء، والحسين عليه السلام يمشي خلفهم وينادي: ولدي علي، ولدي علي، نور عيني علي، يا كوكبان، ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. علي راح، علي راح. خرجت زينب من إحدى الخيم، أراد الحسين عليه السلام أن يناديها: يا زينب، علي راح، علي راح. نادى بصوت: يا زينب، علي راح. نادى بصوت: يا زينب، علي راح، علي راح. يا اختي أظلمت الدنيا علي. فيا نفس اذهبي وجدا وحزنا. وأما الوالدة ليلى والدة علي الأكبر، يقول الراوي: لما جاءوا بعلي الأكبر المخيم، جلست إلى جنب ولدها الشهيد، حنت وأنت وصاحت: ولدي، ولدي يا علي، ولدي يا علي، يا ابني، يا ابني، يا ابني يا علي، النوب ذلت والموت ياخذني تمنيت، عمود البصل وعمود الوسط يا شايل البيت، يا ابني بعد عندي ايش خليت، يا ابني يا علي، يا ابني من سمع يمك ونينك، ومن شبحت لعند الموت عينك، يا ابني للعشرين ما وصلت سنينك، وخاتفني عليك الدهر الأشكار. ساعد الله قلبك يا سيدي يا أبا عبد الله. ثم تقدم القاسم بن الحسن الزكي ابن علي، وكان دون 15 من عمره، وقد أبى الإمام الحسين أول بادئ الأمر أن يأذن للقاسم في بادئ الأمر، ألا أن القاسم أصر وألح على عمه أن يأذن له ليقاتل الأعداء. فنظر إليه الإمام الحسين عليه السلام وبكى، ثم قالوا: يا ابن أخي يا قاسم، أعزمت على الموت؟ قال: يا عم، وكيف لا يعزم على الموت من يراك لا ناصر لك ولا معين؟ أي إنسان عنده غيرة، عنده حمية، يراك بهذا الموقف وتعز عليه روحه وحياته: يا عماه، نفوسنا رخيصة بين يديك. قال له: يا ابن أخي، كيف تجد طعم الموت؟ قال: يا عم، والله بين يديك أحب إلي من الشهد. ضمه الإمام الحسين إلى صدره
وقبله، تقول الرواية اعتنق حتى سقط. لا تقل أيها المستمع هذه مبالغة، مشاعر نبيلة شفافة، قلوب رقيقة رحيمة مؤمنة. وبعد الوداع توجه القاسم نحو القوم وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. يقول حميد بن مسلم: طلع علينا فتى من معسكر الحسين وجهه كأنه فلقة قمر طالع، ويلبس ثيابا بيضاء بدون درع، حمل على القوم فقتل منهم جماعة ثم احتوشوه الأعداء. يقول حميد مسلم: بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله، ولا أنسى أنها كانت اليسرى، فانحنى القاسم وهو في ساحة الحرب، انحنى على نعله ليصلحها، فاغتنم عمرو بن الأسدي انشغال القاسم بنفسه، فجاءه من الخالف من ورائه، فلما رفع القاسم رأسه ضربه بالسيف على هامه فشقها، فهوى القاسم إلى الأرض يفحص بيديه ورجليه وهو ينادي: يا عماه يا أبا عبد الله أدركني يا عماه. أقبل إليه الحسين، رآه يخور بدمائه، وقف الحسين عليه السلام وقال: يا ابن أخي، عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك. نادى الإمام الحسين بصوت عال: وأخاه وحسيناه وقاسما. بكى الإمام الحسين عليه السلام بكاء عاليا في هذا المشهد. إي والله، إن يبكي عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمري. يا ساعد الله قلب الصبت ينظره فردا لم يبلغ العشرين في العمر. لابن الزكي: يا مقلة فجري من الدموع دما، يا مهجة فطري، بني في لوعة خلفت والدة ترعى نجوم الليل بالسهر. مرملان مذ رأته أمه صرخت: يا مهجتي ويا سروري ويا ضياء بصري. نداء والدة للقاسم: رملة، تقل يا ابني ذوبت قلبي بمصابك، يا ابني بعد ما تهنيت بشبابك، يا ابني عريس، يا ابني عريس ودمك خضابك، شخصك قبالي كل صبح ومسيا، يا ابني يا جاسم مبارك بين 70,000 زفوك، وعن الحنة بدم الراس حنو. بدال الشمع بن الشاب زفوك،
ملبس فوق راسك نبيل ينشر. لما لم يبقى مع الإمام الحسين عليه السلام سوى أخيه أبا الفضل العباس، ولم يبقى مع الحسين إلا أخيه حامل لواءه، مشى العباس عليه السلام نحو أخيه الحسين طالبا الإذن بالقتال. نظر الإمام الحسين عليه السلام إلى أخيه أبا الفضل العباس وقال: أخي أنت حزام ظهري وكبش كتيبتي وحامل لوائي، وإذا مضيت يا أخي يؤول أمرنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى خراب، وهذه الأطفال والعيال من يرعاها؟ صاح حسين، صاح حسين: يا خويا يا عباس، يا نور عيني، يا تاجي على الراس، صاحوا داعة الله يا عيوني، نيتكم وحدي تخلوني، منكم يا خوي خابت ظنوني، على خيامي يا خوي القوم يا افتان. أذن الإمام الحسين عليه السلام وقال: أخي أبا الفضل، إن كان ولا بد من البراز والقتال فاطلب لهؤلاء الأطفال والعيال شيئا من الماء. توجه العباس نحو المخيم لوداع أخواته وبنات أخيه والعيال، وإذا سكينة بنت الإمام الحسين ومعها جمع من الأطفال أكثر من 20 طفل وطفلة، وهم يصيحون: يا أبا الفضل العطش العطش. فثارت بالعباس عليه السلام الحمية الهاشمية، فأخذ قربته وركب جواده وحمل سيفه وتوجه نحو القوم ويقول: أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة، وحمل على القوم المرابطين على ماء الفرات. وكان عمر بن سعد عليه لعائن الله قد وضع على نهر الفرات 4000 فارس، مهمتهم أن يمنعوا الماء ووصول الماء إلى الحسين عليه السلام وإلى آل الحسين. فحمل عليهم العباس عليه السلام فقتل منهم جماعة وفر الباقين حتى وصل إلى الماء، نزل عن جواده، ملأ القربة، أحس ببرودة الماء، وكان قد مضى عليه 3 أيام ما ضاق طعم الماء. أخذ بيده غرفة من الماء وأدناها من فمه، لكنه ذكر عطش أخيه الحسين وأطفال الحسين، رمى الماء من يده ولم يشرب، رمى الماء من يده ولم يشرب، مواساة لأخيه الحسين عليه السلام. وجعل يخاطب نفسه قائلا: يا نفس، يا
نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين باري المعين، لا والله ما هذا فعال ديني. رمى الماء من يده ولم يشرب، ثم ركب جواده وتوجه نحو مخيم الحسين عليه السلام، همه إيصال الماء إلى أخيه الحسين والأطفال والعيال، لكن القوم قطعوا عليه الطريق، وصاح ابن سعد بالقوم: ويلكم يا قوم، والله إذا وصل الماء إلى الحسين وشرب الحسين الماء لأفناكم عن آخركم، احملوا على العباس ولا تدعوه يصل بالماء إلى أخيه. وكان منع الماء عن الحسين وآل الحسين من أشد الأسلحة فتكا، فحملوا على العباس عليه السلام حملة رجل واحد، وحمل العباس عليهم هو يقول: إني أنا العباس أغدو بالسقى، لا أهاب الموت يوم الملتقى، نفسي لسبط المصطفى الطهر وفاوقا. فصار العباس عليه السلام يقاتلهم ويدافع عن قربته، ويشق طريقه بصعوبة، ولكن في هذه الأثناء أثناء الطريق كمن له لعين من وراء نخلة، فلما مر به العباس ضربه اللعين بالسيف على يمينه فقطعها. أخذ العباس سيفه بشماله ويقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين. وصار العباس عليه السلام يهرول نحو الخيام ويسرع في سيره، فكمن له لعين آخر وراء نخلة وضربه على يده اليسرى فقطعها. أصبح كعمه جعفر الطيار بلا يدين، ضم اللواء إلى صدره ويقول: والله يا نفس لا تخشي من الكفار، وأبشري برحمة الجبار. بينما العباس واقف لا يدري ما يصنع: يا مؤمنين يا مؤمنات، وإذا بالسهام توالت عليه كزخ المطر، فسهم أصاب صدره، وسهم أصاب نحره، وآخر أصاب عينه فأطفأها، وآخر أصاب القربة فأريق ماؤها. وقف أبو الفضل العباس متحيرا، لا يدين له يقاتل بهما ولا ماء حتى يوصله إلى المخيم. وبينما هو كذلك وإذا برجل من الأعداء، يا لله، بيده عمود من حديد، تقدم نحو العباس وضربه بعمود الحديد على رأسه، فخر العباس إلى الأرض مناديا: عليك مني السلام يا أخاه، يا أبا عبد الله، يا أخا ادرك أخاك. حمل الإمام الحسين عليه السلام على القوم فأجلاهم عن أخيه أبي الفضل العباس، وإذا بأبي الفضل صريعا على رمال كربلاء: يا أخوان، يا مؤمنين، يا مؤمنات، وصل الإمام الحسين إلى أخيه، رآه بتلك الحالة، يمينه لناحية، شماله لناحية، السهم نابت بالعين، المخ سائل على الكتفين. وقف الإمام الحسين عليه السلام
رأى أخاه بتلك الحالة. يقول حميد بن مسلم: والله لما وصل الإمام الحسين عليه السلام إلى مصرع أخيه ترجل عن جواده قبل أن يصل إلى أخيه. يقول حميد بن مسلم: نظرت إلى الإمام الحسين عليه السلام فلم يتمكن من المسير، واضعا يده على ظهره وأخرى على كريمته وهو يقول: الآن انكسر ظهري. الآن انكسر ظهري، الآن شمت بي عدوي، الآن انكسرت رايتي وبدد شملي يا أخي. بكى الإمام الحسين عليه السلام في هذا الموقف بكاء عاليا في هذا الموقف. وكيف لا يبكي الأخ أخاه، وكيف لا يبكي الحبيب حبيبا. وقف الإمام الحسين عليه السلام إلى جانب أخيه، انكب عليه: أخي أبا الفاضل، نور عيني أبا الفاضل، حبيبي أبا الفاضل، يا أخي الآن شمت بي عدوي. نعم، الإمام الحسين عليه السلام على صوته بالبكاء وهو يكرر ويقول: وأخاه وعباسا، رحم الله من نادى وعباسا. نواسي الإمام الحسين وعباسا. أحب الناس أن يبكى عليه فتى أبكى الحسين بكربلاء، أخوه وابن والده علي أبو الفضل المدرج بالدماء، ومن واساه لا يثنيه شيء وجاد له على ظمأ بماء. رجع الإمام الحسين عليه السلام إلى المخيم محني الظاهر باكي العين. استقبلته الحوراء زينب مخاطبة أخاه: أبا عبد الله، أين أخي أبا الفاضل؟ قال له أختاه: عظم الله لك الأجر بأبي الفاضل، تركته على المشرع قطيع الرأس، قطيع اليسار واليمين، مرضوخ الجبين. لطمت زينب وجهها وصاحت: وأخاه وعباسا، وضيعتنا بعدك يا أخا. صاح الإمام الحسين: نعم أختا زينب، وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل. قل يا عباس ما كان يخطر على البال، ما كان يخطر على البال يا عباس تنساني وتظل على النهر نايم وامشي بيسر عدواني. أما الإمام الحسين عليه السلام كان يخاطب أخاه أبا الفضل عباس: كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي، بل أعز حصوني. أخي أخي يا أبا الفضل، يا ساعدي في كل معترك به أسطو، وسيف حمايتي بيميني،
أخي عباس، أو ما تسمع زينب تدعوك؟ من لي يا حماي إذا العدا نهروني؟ أولست تسمع ما تقول سكينة عماه؟ يوم الأسر من يحميني؟ عباس يا حامي الضعينة والحرم، بحماك قد نامت سكينة بالخيم. صرخت ونادت يوم قد سقط العلم، اليوم نامت أعين بك لم تنم، وتسهدت أخرى فعز منامها. وبينما النساء والأطفال والحسين عليه السلام يبكون على أبي الفضل العباس وعلى سائر الشهداء، وإذ أغمي على عبد الله الرضيع ابن الإمام الحسين عمره 6 أشهر، أغمي عليه من العطش ومن الظمأ، فكان يرتعش من العطش كالطير المذبوح يعالج سقرات الموت. فجاءت به زينب إلى أخيها الحسين ليأخذه الحسين عليه السلام. أخذ طفله الإمام الحسين عبد الله وجعل ينظر إليه وهو يتلوى من العطش، وقد غارت عيناه وذبلت شفتاه من شدة العطش وحرارة الصحراء. طفل صغير عمره 6 أشهر ينظر إليه والده الحسين في تلك الحالة، الطفل سيموت. أراد الإمام الحسين عليه السلام بهذه الحالة أن يقوم بمظاهرة احتجاجية، أخذ طفله عبد الله وتوجه به نحو القوم. الحسين يعلم عليه السلام أنهم لن يرحموه، ولكن إتماما للحجة على الظالمين حتى لا يبقى لهم عذر عند الله تعالى، حمل الحسين عليه السلام طفله وتوجه به نحو القوم. وعندما أصبح على مقربة منهم ناداهم: يا قوم، إذا كنا بزعمكم مذنبين فما ذنب هذا الرضيع؟ يا قوم، قتلتم أصحابي وأهل بيتي وأبنائي، ولم يبقى عندي سوى هذا الرضيع وهو يتلظى عطشا، ارحموه لسنى سنه، فإنه إن عاش لا يضركم، وإن مات طولبتم بدمه، فليس عليه جناية ولا يدري ما الغاية، فإنه أشرف على الموت. الحسين عليه السلام نادى بالأقوام: يا لله، أهل الخب الفظيع، نبئوني، أنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوا، فعليه شبه الهادي الشفيع. يا قوم، ارحموا هذا الطفل الصغير. يقول الراوي: اختلف القوم فيما بينهم، فمنهم من قال: اسقوه، ليس عليه جناية ولا يدري ما الغاية، ومنهم من قال: لا تسقوه وأطيعوا الأمير بن زياد، ومنهم من جعل ينتحب ويبكي على هذه الحالة. ومهما قست القلوب يا مؤمنين ويا مؤمنات، مهما قست القلوب وتحجرت، فإذا شاهدت هكذا وقائع تخشع وتلين وترجع عن غيها وظلمها، لكن القلوب كانت قاسية أقصى من الحجارة. في هذه الحالة خاف عمر بن سعد عليه لعائن الله، خاف على جيشه أن يختلف، التفت إلى حرملة ابن كاهل وقاله: يا حرملة، اقطع نزاع القوم وارمي الطفل واقتله على صدر أبيه قبل أن يختلف القوم. فدفع اللعين سهمه في كبد قوسه
وكان لا يخطئ في سهامه، ثم عاين الطفل أين يرميه. يا إخواني وأخواتي، طفل مقمط صغير أين يرميه؟ تقول الرواية: بينما حرمله يراقب أين يرمي الطفل، وإذا على وجه الطفل منديل أين يرميه، بينما هو يراقب إذ هبت ريح كشفت المنديل عن وجه الرضيع عبد الله، فبان نحره ورقبته، فرماه حرمله بسهم فذبحه من الوريد إلى الوريد. جعل يرفرف فيه بين يدي أبيه. تقول الرواية: اعتنق رقبة لما حس الطفل بحرارة السهم، أخرج يديه من قماطه واعتنق رقبة أبيه وجعل يرفرف في حجر أبيه كما يرفرف الطير المذبوح. حمله الإمام الحسين عليه السلام وهو يقول: اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح. ثم رجع الإمام عليه السلام إلى مخيمه وهو يحمل طفله المذبوح على يديه وثيابه تقطر دماء. لكن ما حال الرباب والدة عبد الله الرضيع لما نظرت إلى ولدها المذبوح؟ أخذت طفلها من يدي الحسين وجعلت تنظر إليه وهي تلطم على وجهها وكأنها تقول: غدت تخمش خدها يا عليه وتنوح يا عبد الله يا بعد القلب والروح، ما ظنيت يا ابني تعود مذبوح. ما ظنيت يا ابني تعود مذبوح ويفطمك حرملة بسهم المنية، ويلي ويلي ما آتم للحزن ننصب ونبني فجعني حرملة بنبلة ونبني. يا ناس يا ناس، الطفل عاده يفطمونه ونبني، انفطم يا ناس بسهام المنية. ولما لم يبقى مع الإمام الحسين عليه السلام أحد، قال المفيد رحمه الله في مقاتل الإمام الحسين، يقول: لما قتل أصحاب الحسين عليه السلام وإخوته وأبناؤه، وخصوصا لما قتل أخوه أبا الفضل العباس، أحدق القوم الظالمين بالحسين. أحدق القوم الظالمين من أهل الكوفة بالحسين وصمموا على قتله وانتهاك حرمته، وطالبوه أن يبايع يزيد أو القتال. فاستعد الإمام الحسين عليه السلام للحرب والقتال، فدخل على خيمة ولده زين العابدين عليه السلام، وكان زين العابدين مريضا وكان مرضه حكمة إلهية، فعهد إليه عهده وأوصاه بوصاياه. ثم سأله زين العابدين عليه السلام: أبي، أين عمي العباس؟ أين عمي العباس؟ فإني لا أرى له شخصا ولا أسمع له صوتا. فقال الحسين: ولدي، عظم الله لك الأجر بعمك العباس.
فقد قتلوه القوم على شاطئ الفرات. فنادى زين العابدين: وعباسا وحسرتنا بعدك يا أبا الفاضل. ثم قال: أبي، أين أخي علي الأكبر؟ فقال الحسين عليه السلام: قتل يا بني. فنادى زين العابدين: وأخاه وعليا. جعل زين العابدين يسأل أباه عن الأصحاب، أصحاب أبيه، واحدا واحدا، والحسين يقول له: قتل. ثم قال الحسين عليه السلام لولده زين العابدين: يا ولدي، كل من تسأل عنه قتيل وفي دمه جديل، واعلم يا بني أنه لم يبقى في هذا المخيم من الرجال إلا أنا وأنت، أما أنا فإني راحل عنك الساعة، فهذا آخر اللقاء بيني وبينك يا ولدي. فهذا آخر اللقاء بيني وبينك يا ولدي، بعد ذلك يكون الأمر إليك، وأنت تبقى حجتي على أهلي وعلى شيعتي، وترد هؤلاء النساء والأطفال إلى مدينة جدهم رسول الله. ثم أن الحسين عليه السلام جعل يوصي ولده بوصاياه، ثم بعد ذلك خرج من خيمة ولده زين العابدين ينادي يا بأعلى صوته: يا زينب، يا رباب، يا ليلى، يا أم كلثوم، يا بنات علي وفاطمة، هل ممنى للوداع؟ هذا آخر اللقاء. فهذا آخر الاجتماع، وقد قرب منكن الافتجاع، فقمنا النساء للوداع، فواحدة تشمه بنحره، وواحدة تقبله بصدره، وأخرى تتعلق بردائه تمنعه من المسير. إلى أين يا حمانا؟ إلى أين يا رجانا؟ هذه تقع على قدميه. أما زينب عليها السلام وقفت حائرة لا تدري ماذا تصنع. نظر إليها الإمام الحسين عليه السلام وناداها: صاح يا زينب، صاح حسين يا زينب، قومي ودعيني، هذا الوداع تالي وداع مني يا اختي، بعد ساعة النسوان يفقدني، يشوفوني على الغبرة مطبر. الحسين عليه السلام ساعة الوداع لم يرى ابنته سكينة، نادى اختاه زينب: اين أين ابنتي سكينة؟ لا أرى عزيزتي سكينة. قالت: أخي، إنها جالسة بصدر الخيمة وهي تقول: كيف أودع أبي، كيف أودع أبي وداع الموت. أقبل الحسين عليه السلام بنفسه المقدسة ودخل على ابنته سكينة، وجدها جالسة واضعة رأسها بين ركبتيها وهي تبكي بكاء مرا، فرفع رأسها ونظر إليها ونظرت إلى أبيها الحسين وهي تقول: أبي، من لنا بعدك يا أبي؟
من لهذه الأيتام؟ ما حالنا في هذه الأرض الوعرة بين الأعداء؟ فسلاها وعزاها وصبرها وقالها بني سكينة: إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، ولي إسوة بجدك رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ودعها ومسح على رأسها بيده قائلا: حبيبتي سكينة، سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذ الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. ثم قالهم: يا بنات رسول الله، آتوني بثوب خليق قديم، لماذا أبا عبد الله؟ حتى أجعله تحت ثيابي لئلا أجرد من ثيابي، فإني مقتول لا محالة. فأطوه ثم قالهم: يا بنات رسول الله، أتوني بثوب قديم خليق أجعله تحت ثيابي لئلا أجرد من ثيابي، فإني مقتول لا محالة. فأتوه بثوب فخرقه ومزقه وجعله تحت ثيابه حتى لا يرغب به القوم الظالمون. ثم جعل ينظر يمنة ويسرى حتى يرى من يقدم له الجواد، فلم يرى من أصحابه إلا الذي قد صافح التراب جبينه وقطع الحمام أنينه، فنادى: من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله؟ من يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين؟ من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء؟ أين أخي العباس؟ أين ولدي علي الأكبر؟ أين الأصحاب؟ أين الأحباب؟ فلم يجد أحدا من الأصحاب. فقامت الحوراء زينب عليها السلام، دخلت خيمة الخيول، أسرت جواد الحسين، ألجمته وخرجت به من الخيمة، من خيمة الخيول، ومشت نحو الإمام الحسين وهي تنادي: ويلي ويلي، ما أقصى قلبي، أي أخت تقدم جواد المنية لأخيها؟ فقال الإمام الحسين عليه السلام: أختاه يا زينب، وهل رأيت أحد مثلي وحيدا بين الأعداء؟ جاءت بالجواد ودموعها جارية: أخي أبا عبد الله، أرأيت أختا كأختك؟ قال لها: لا يا أختاه، ولكن أنت رأيت أخا كأخيك الحسين. ركب جواده وتوجه نحو القوم، وإذا بصوت الحوراء زينب عليها السلام يملأ سمع الحسين: أخي حسين، نور عيني حسين،
ثمرت فؤادي يا حسين، حبيبي يا حسين. قفلي هنيها وقف الإمام الحسين عليه السلام وخاطبها: أختا حبيبتي ما تريدين؟ قالت: أخي انزل من على ظهر جوادك. نزل الإمام الحسين، قالت له: أخي أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك وعن نحرك. فكشف الحسين عليه السلام عن صدره وعن نحره. تقدمت زينب عليها السلام فشمته في نحره وقبلته في صدره، ثم حولت وجهها نحو المدينة ونادت: يا أمه، يا زهراء، يا فاطمة، لقد استرجعت الوديعة وأديت الأمانة. قال الحسين عليه السلام: ما هذه الأمانة وما هذه الوديعة؟ وكانت السيدة زينب سلام الله عليها قد نادت أخاها الحسين بكلمات: رياض يا أخوي حسين، لي شو عندك يا زينب؟ ريض يا اخوي حسين، لي عندي وصية من الزكية. قالت لي بيوم الغادرية: لو شفت الغالي علي. ما ظل له واحد يجي، شميه من رحل الشفية وضميه من صدره إلي. الحسين تعجب من كلامها: أختاه، ما هذه الوديعة؟ ما هذه الأمانة؟ فقالت: اعلم يا ابن والدي أنه لما دنت الوفاة من أمنا فاطمة عليها السلام قربتني منها، شمتني في نحري وقبلتني في صدري وقالت لي: ابنتي يا زينب، هذه وديعة لي عندك، فإذا رأيت أخاك الحسين وحيدا فريدا في أرض كربلاء شميه في نحره وقبليه في صدره. لماذا هذان الموضعان يا فاطمة الزهراء؟ لماذا هذان الموضعان؟ لأنهما هؤلاء موضع حوافر الخيول وموضع السهم المثلث الذي صاب صدر الحسين. ودع الحسين اخته، ودع عياله واطفاله، وتوجه نحو القوم وهم بالالاف بعشرات الالاف. وقف مقابل القوم وجعل يقول: انا ابن علي الطهر، انا ابن علي الطهر من آل هاشم، كفاني بهذا مفخرا حين افخر، وفاطم أمي ثم جدي محمد، وعمي هو الطيار في الخلد جعفر. بنا بين الله الهدى من ضلاله، وفينا الولاية للعوالم مفخر، وشيعتنا في الناس أكرم شيعة، ولبغضنا يوم القيامة يخسر. فطوبى لعبد زارنا بعد موتنا بجنات عدن صفها لا يكدر، إذا ما أتى يوم القيامة ضاميا على الحوض يسقيه بكفيه جعفر. ثم حمل على القوم
وحملوا عليه حملة رجل واحد فجعلوا يرمونه بالسهام ووصلت السهام إلى مخيم الحسين عليه السلام وأصابت إزار النساء فدهشنا وأرعبنا وصحنا ودخلنا الخيم مرعوبات خائفات والحسين عليه السلام في أرض المعركة والسهام تأخذه من كل جانب وهو يتلقاها بصدره ونحره وقد رجع إلى مركزه يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فطلب في هذه الحالة شربة ماء من القوم لإلقاء الحج عليهم فقال له الشمر يا حسين لا تذوق الماء حتى ترد النار فقال له الحسين عليه السلام بل أرد على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأشكو له ما صنعتم بي فغضبوا بأجمعهم ورموه بالسهام فحمل عليهم سيد الشهداء حمل على الميمنة فقلبها على الميسرة وحمل على الميسرة فقلبها على الميمنة خبط القلب بالجناحين زلزل الأرض تحت أقدام العدا له من علي في الحروب شجاعة ومن أحمد عند الخطابة قيلوا العدو اعترف ببطولته يقول حميد بن مسلم فوالله ما رأينا مكسورا قط يعني رجل واحد تكاثرت عليه الرجال والأعداء كالحسين بن علي عليه السلام كانت الرجال تشد عليه فيشد عليها فتنكشف عنه انكشاف المعزة إذا شد فيها الأسد ثلاث مواقف كانت للإمام الحسين إخواني وأخواتي يوم عاشوراء الموقف الأول كان للوعظ والبيان يعظ القوم يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر فلم يرى آذانا صاغية الموقف الثاني موقف الحرب الضارية مع الأعداء يحمل عليهم ويقول أنا الحسين بن علي آليت أن لا أنثني أمضي على دين النبي أحمي عيالات أبي الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار ما زال روحي فداه يقاتل ويرجع إلى جانب المخيم حيث النساء والأطفال كانوا في حالة خوف ورعب فحمل الحملة الأخيرة وكان هذا الموقف الثالث والأخير موقف دفاعي فنادى ابن سعد بأصحابه ويلكم يا قوم أتدرون من تقاتلون هذا ابن قطان العرب هذا ابن الأنزع البطين هذا ابن قطان العرب فوالله لو بقي معكم هكذا لأفناكم عن آخركم احملوا عليه وافترقوا عليه فرقة ترميه بالحجارة وفرقة بالرماح وفرقة بالسيوف وفرقة بمشاعل النيران أعلن فيه العاب على ابن بنت النبي أعلن النفير العام على الإمام الحسين عليه السلام على الحسين بن علي بن فاطمة الزهراء عليه السلام وهم 30,000 وقيل 60,000 وهو وحيد الله أكبر ما هذا العراق ما هذه الحرب الإمام الحسين وحيدا يضرب بهم ويقول أنا الحسين بن علي آليت عن أن لا أنثني أمضي على دين النبي وكان روحي له الفداء قد أثخن بالجراح وقف متساندا
بجانب عرق نخلة، وإذا بحجر أصاب جبهته الشريفة، سالت الدماء على وجهه ولحيته الشريفة، أخذ طرف ثوبه ليمسح الدم عن وجهه وعن عينيه حتى لا يحجبه عن النظر إلى مخيم النساء والأطفال. يا لله يا مؤمنين يا مؤمنات، وإذا بسهم أصاب جبهته الشريفة، سالت الدماء على وجهه ولحيته. وكذلك يقول الراوي: بينما الإمام الحسين عليه السلام يقاتل، وإذا بسهم مسدد مسموم ذو ثلاث شعب وقع على قلب الإمام الحسين، وقع الإمام الحسين عن جواده إلى الأرض وهو يقول: وجدا ومحمدا. أخذ طرف ثوبه ليمسح الدم ولكن لم يتمكن، يقول الراوي ويقول هذا القائل: شال حسين ثوبه يمسح الدم، ولن سهم المحدد ناجع بسم، بقلبه وقع لا وخر وقدم، هوى وأظلم هوى والسما أحمر. وقف يستريح حسين ساعة، ضعف حيلة وثقل بالسيف باع، رن الحجر من وجهه بشعاع، ودمه مثل ماء العين فجر. كلما أراد الحسين عليه السلام أن ينتزع ذاك السهم لم يتمكن، فانحنى على قربوس سرجه جواده وهو يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، اللهم إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره. ثم استخرج السهم من قفاه فانبعث الدم كالميزاب، فوضع كفيه تحت الجارح، فلما امتلأت كفاه دما رمى بتلك الدماء نحو السماء، ثم ملأها ثانية حتى لطخ بها رأسه وخضب لحيته المباركة وقال: هكذا أكون، ألقى جدي رسول الله وأنا مخضب بدمي. الرواية تقول: نظر عمر بن سعد إلى الحسين وبكى، فالتفت إليه ابنه فحص قائلا: أبتاه تبكي؟ قال: نعم يا ولدي، أما ترى الحسين أما ترى الحسين وهو كيف متحيرا في استخراج السهم من جسده؟ سهم أصابك يا ابن بنت محمد، قلبا أصاب لفاطمة وفؤاد. في هذا الموقف الحسين انهارت قواه من ذلك السهم ومال ليسقط لجهة اليمنى، مال الجواد معه،
مال ليسقط لجهات اليسرى، مال الجواد معه. فالتفت إليه الحسين مخاطبا: يا جواد، لا طاقة لي بالركوب على ظهرك، انزلني على وجه الأرض. فنزل الإمام الحسين على الأرض عن ظهر الجواد وهو يقول: بسم الله وبالله وفي سبيل الله. هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. إلهي، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك. إلهي، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وكان روحي له الفداء، قد أعياه التعب وكثرة الجراح، فجلس على الأرض والدماء تسيل من جسده. فجاءه مالك بن التميم الكندي لعنه الله، فشتم إمامنا وضربه بالسيف على رأسه، فسالت الدماء. فقاله الحسين عليه السلام: لا أكلت بيمينك ولا شربت بها يا عدو الله، وحشرك الله مع الظالمين. وبقي الحسين على وجه الأرض، من يقتله؟ من يجهز عليه؟ كل قبيلة كانت تكره أن تقتل الحسين عليه السلام. فصاح عمر بن سعد وصاح في الشمر وقال له: يا ابن ذي الجوشن، ما انتظاركم بالرجل؟ انزلوا وافصلوا رأسه عن جسده وأريحوه. وذلك وكان الجواد، جواد الإمام الحسين عليه السلام، قد توجه نحو المخيم، مخيم الحسين، يسهل ويحمحم الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. وبينما النساء والبنات حول الحسين، عندما رجعوا إلى الحسين عليه السلام ووجدوه بتلك الحالة، بينما زينب سلام الله عليها والبنات والنساء حول الحسين، وإذا بالشمر وجماعته من الأعداء جاءوا وأبعدوا النساء والبنات عن الحسين، زينب عليه السلام تعلقت بأخيها الحسين ولم تتركه. يقول الراوي: ما كان من الشمر اللعين إلا أن تقدم بصوته وضرب زينب، وصار يضرب الحمراء زينب، فأغشي عليها. فصاح ابن سعد بالشمر: ويلكم يا ابن، ويلك يا ابن ذي الجوشن، انزل وافصل رأس الحسين عن جسده. الله أكبر يا مؤمنين ويا مؤمنات، يا شيعة الحسين، يا ابناء الحسين، أين دموعكم؟ أين نداءكم يا حسين؟ وحسينا وإماما. نزل الشمر اللعين وجلس على صدر الحسين وضربه بالسيف ضربات عديدة حتى احتز رأسه. الله أكبر، الله أكبر يا حسين. رحم الله من نادى وحسينا وإماما. يا الله، يا محمد،
يا علي يا فاطمة الزهراء يا حسن يا بقية الله يا صاحب الزمان، عظم الله أجوركم بالحسين. ولما استفاقت زينب من غشيتها يا لله نظرت إلى أخيها وإلى هو جثة بلا رأس، صاحت وأخاه وحسينا عجبا لمن كان نورا محدقا بالعرش يمسي في الصعيد صريعا، ومن ارتبى طفلا بحجر محمد حتى اقتدى وحي الإله رضيعا، فتعج أملاك السماء لموته. اليوم اليوم مات الأنبياء جميعا، اليوم حق محمد في آله ما بيننا كثة العهود أضيعا. اليوم جردت السقيفة سهمها فغدا به رأس الحسين قطيعا. يحق لمثلك أن يخلد سيدي أبا عبد الله، يحق لمثلك أن يخلد وأن يصبح البطل المفردا. ضربت لنا مثلا بالإبا تعلمنا النبل والسؤددا. أبوك علي أمير وأبوك علي إمام العرين، وجدك أحمد بحر الندى، وأنت الحسين قسم، أنت الحسين شهيد الطفوف وقدوة من صار واستشهدا. أبا عبد الله الحسين أبى أن يمد يدا للئام، وقد مدها للمواضي يدا. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توجهوا يا أخواني على الشرق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات والأرض على جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة
أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة منعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتلكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ألا لعن الله ابن مرجان وابن زياد وعمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك يا ابن بنت النبي بأبي وأمي. لقد عظم مصابي بك يا مولاي، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في هذه الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة الزهراء وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة من قاتلك وغاصب حقك، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرو إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه وجرى على ظلمه. السلام عليك يا مولاي وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى ولديك العليين وعلى الشهداء بين يديك. اللهم إني أتقرب إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم. اللهم إن هذا يوم تبركت به بني أمية وابن آكلة الأكباد اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا الآبدين. وهذا يوم
فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم العذاب واللعن منك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا ومجلسنا هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبموالاتي لنبيك وآل نبيك عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لهم له على ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا شفاعة محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عسرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته بحق مريض كربلا زين العابدين. شافي مرضانا يا الله، ارحم موتانا يا الله. إخواني الحاضرين والحاضرات وفقهم لكل خير وادفع عنهم وعنا كل شر وأعد علينا هذه الذكرى يا الله سنوات عديدة ونحن في طاعتك وطاعة رسولك وحبنا لمولانا الحسين بحق محمد وآل محمد. إلى أمواتنا جميعا وأرواح الشهداء والمظلومين، وإلى نهدي ثواب ما قرأنا وثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي، من المستحبات أنه هلأ نتصافح ونقول عظم الله أجوركم بأبي عبد الله الحسين. كل واحد يصافح أخي، يصافح رفيقه، يصافح كذا، ويطلب يقول اللهم عظم الله لنا أجوركم وأجورنا بالحسين عليه السلام. تنعاد عليكم يا عم.